سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم سيد عبد، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله سماحة السيد عبد القاسم العباسي. أهلا أهلا شيخ رامي. أفا حضرتك عرفتني، حياك الله يا سيد عبد القاسم. وكيف لا أعرفك؟ طيب بما ان حضرتك عرفتني يا عمي، عودت على سماع صوتك. طيب بما انك عرفت من الذي يتصل بك نعم فلك الحق ان تسأل، تفضل سأل سؤالك. ماذا أسأل؟ عندك سؤال حول مذهب اهل السنة او شيء؟ يعني ما متهيئ الآن لأي سؤال أسألكم يعني. طيب انا متهيئ لسؤال. انا كنت بقرأ في كتاب التوحيد في كلام الإمام الخميني في المجلد الأول، بيقول ارتباط الحضرة الأحدية بالسر الوجودي للأشياء، وإن كان يصل الفيض إلى كل ما له من الوجه الخاص الذي له مع الحق بلا واسطة، وفي التفسير بقى وهو الوجه الغيبية الأحدية التي للأشياء وقد يعبر عنها بالسر الوجودي، وهذا ارتباط خاص بين الحضرة الأحدية وبين الأشياء بسرها الوجودي. ما معنى هذا الكلام؟ هل أهل البيت كانوا عرفانيين؟ عذرا عذرا شيخ رامي إذا تسمح لنا عزيزي، تفضل تفضل. بس عيد كتاب أبي ذكر. كتاب التوحيد في كلام الإمام الخميني. نعم التوحيد. كتاب تفضل. التوحيد أرسل لحضرتك، هو موجود بي دي اف، يعني لو أنت كتبت بي دي اف في موقع الخميني، التوحيد في كلام الإمام الخميني المجلد الأول، ترجمة وتعريب نعم أحمد بن عيسى العبيدان الإحساني، دار الكرامة قم المقدسة، شبكة نعم الفكر برضو وضعها. ماشي ماشي إن شاء الله تعالى أنا أراجع وأقرأ النص، نص العبارة، وإن شاء الله أبين لك معناها أنت إن شاء الله. بتدخن الآن يا سيد؟ أقسمت عليك بالله أنت تدخن الآن؟ أقسمت عليك بالله. ايه أنا أعرف والله، الله اي والله المستعان، سبحان الله سبحان الله، سمعت والله صوت الولاعة، سبحان اي الله. انت تعرف اي تعرف اني ادخن من زمان، تعرف لذلك. والله أنا مش متذكر والله إن اتصلت على ألف معمم، الله ولكن أنا اي تذكرت لأن أنا اتكلمت معاك قبل كده. والسيجارة كان مش عارف كان فيها حشيش ولا إيه، فاكر أنا اتكلمت معاك قبل كده. شلون ماذا تقول؟ طيب أنا عندي سؤال تاني، حقيقة محمد سورة اسم الله تعالى، الإمام الخميني بيقول هذا الكلام في صفحة 632، بيقول والجمع بينهما ثانيا هي الحقيقة الإنسانية التي هي باعتبار غلبة حكم الوحدة تسمى بالحقيقة المحمدية، وباعتبار غلبة حكم التفصيل والكثرة هي الحقيقة، هي الحضرة العمائية. ممكن تفسر لي هذا الكلام سمحت السيد؟ شيخ رامي الصوت شوية عنده يقطع، أسمع شيء من الكلام وشيء آخر لا أسمعه. طب انا اسف والله، انا ما كنتش اعرف ان حضرتك الصوت بيقطع. طيب هكلمك في توحيد الاسماء. هو قال فكل ما في الوجود عند التحقيق العرفاني كلها كتب جامعه فيها مستور كل الاحكام الالهيه، كما ان الاسماء باعتبار كلها جامعه لجميع الاسماء، وهو جهه استهلاكها في احديه جميع الجمع كما اشير اليه في الدعاء كذا، فباعتبارها ظهور الكثره للاسماء اعظم وغير اعظم، والكتب بعضها جامع وبعضها. ما رايك في هذا الكلام؟ ألو شيخ، تسمعني شيخ رامي؟ نعم أسمعك يا سيدة. السؤال إذا ماكو زحمة دزني السؤال، يعني إذا تقدر تكتبه برسالة يعني عن مازنجر تبعث لي السؤال. ما ينفعش، وإن شاء الله هو تعالى. لازم أدزه في الماسنجر، ما ينفعش أدزه صوتي يعني. طيب حياك الله، شكرا ليك شيخ عبد القادر. أنا بس نعم حبيت أعرفك إن المدرسة العرفانية الإلحادية التي ينتمي إليها الخميني كان ما فعله الزنادقة الشيرازية في تكفير الخميني، أنا أراهم أنهم كانوا على صواب، لأنه عنده فعلا عنده يعتقد بوحدة الوجود والكثرة فنسأل أني. لا 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 دقيقة، بس اسمح لي. أيوة كده. نظرية وحدة الوجود التي قال بها محي الدين ابن العربي،
السيد الإمام الخميني لم يطل بها وإنما تعرض إليها وشرحها، أما كونه يعتقد بتلك النظرية فهو لا يعتقد بها، كما هو حال صدر المتألهين الشيرازي. طيب يا شيخ، صدر الشيرازي هو لم يعتقد بنظرية طيب بما وحدة إنك الوجود، بتقول إن الخميني لا يعتقد بنظرية وحدة الوجود، تعرض لها. بما ان حضرتك بتقول ان الخميني لا يعتقد بنظريه توحيد وحده الوجود، انا امامي الان كتاب صحيفه الامام تراث الامام الخميني الجزء السابع مؤسسه تنظيم ونشر تراث الامام الخميني للشؤون الدوليه في صفحه 290 و291 بيقول العالم مظهر الله، يقول كل العالم لا شيء، العالم من اوله الى اخره هو مظهر لله تبارك وتعالى، فهو كل ما في الوجود. ما رأيك؟ نعم شيخ رامي، إذا تسمح لي أنت، يعني اسمح لي قليلا، القضية ليست يعني أنه واحد يعني فقط يلقي ما عنده، هو نقاش بيناتنا، أنت اتصلت ونتناقش. صحيح، وأنا سعيد أني بتناقش معك، بس حضرتك كذبتني أن الخميني لا يعتقد بوحدة الوجود، فأنا جبت لك من كتبي. اسمح لي، اسمح لي شيخ رامي. تفضل سيد عبد، تسمح لي اتكلم لو لا؟ تفضل يا سيد عبد القادر. خلينا نتكلم، يعني هو الحديث يعني اخذ وعطى. صحيح، انت خلصت السيجاره ولا لسه؟ اولا هي اساسا هذه النظريه، نعم هسه هاي بحث اخر، بحث اخر. صحيح صحيح يا اخراني، انا اسف. نظريه وحده الوجود هي اساسا محط خلاف، محط خلاف بين علماء السنه وعلماء الشيعه. لا لا لا، مش علماء السنه، معلش، ابن عربي ده احد الملاحده الزنادقه، ليس من اهل السنه. لا اخو محي الدين ابن العربي، محي الدين ابن العربي زنديق، كبار علماء السنه. لا 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 لا، ليس من اهل السنه، هذا زنديق من الزنادقه، هذا ملحد. هذا هسه انت، مش هسه انت بقى، وهسه انت، انا بقول لك هو هذا انسان زنديق عنده عقائد كفريه باطله. ماذا تقول، ماذا تقول، زين ماذا تقول بقول ابن تيميه يقول بالتشبيه؟ انا ماله بال ابن تيميه دلوقتي، وانا اتحداك، لان شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى نفى تشبيه الله تبارك وتعالى، وفي العقيده الواسطيه من اصول اهل السنه والجماعه، ونحن نثبت ما اثبت الله لنفسه وما اثبت الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وده قول شيخ الاسلام ابن تيميه، ولا تشبيه. بس ده مش موضوع ابن تيميه الان دلوقتي، انا موضوعي دلوقتي كفرت لك انا ابن عربي وطلعت من انتصار، لانك تكفر الخميني اللي سار على عقيده ابن عربي؟ لا 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 لا، لن يسر على عقيدة لا هو ولا ملا صدر. يعني طيب صدر، طب اسمعني، السيد كمال الحيدري قال ان الملا صدر يقول بالجسمية، تحب اسمعك الان؟ اسمح لي شيخ رامي، شيخ رامي بس اسمح لي، اولا هذا يعني فهم خاطئ للبعض، يعني فهم خطأ، يعني خطأ فهم بكون انه الإمام الخميني وصدر المتأدين أنهما يعتقدان بنظرية وحدة الوجود، ما اعتقدوا، هم صح مدارس عرفانية ولكن تعرضوا لهذه النظرية وشرحوا هذه النظرية، أبعاد هذه النظرية، ماهية هذه النظرية، أما هل هم يعتقدون بها؟ فظاهرهم لا يعتقدون. طب ممكن تسمع مني زي ما أنا سمعت من حضرتك بقى، ممكن حضرتك تسمع مني زي ما أنا سمعت منك، الخميني الآن في ايدي كتاب صحيفه الامام، صحيفه الامام الخميني، بيقول في العالم مظهر لله، قال كل العالم لا شيء، العالم من اوله الى اخره هو مظهر لله تبارك وتعالى، فهو كل ما في الوجود. ما معنى ان العالم هو، ان الله هو كل ما في الوجود؟ تفضل. جيد، هنا الله تعالى شو يقول في القران الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بس الخميني هنا ما قالش آيات الله، قال كل العالم لا شيء، العالم من أوله إلى آخره هو الله، ما قالش آيات الله، مظهر لله. لو سبتك من دي اللي قاله الخميني في شرح دعاء السحر، ما ينقل عن أحد لنا مع الله حالات، هو نحن ونحن هو، وهو هو ونحن نحن، إيه رأيك؟ شيخ رامي، والله تعالى لا يمثل الله، لا يمثل الله في الموجودات والكائنات، يعني الممكنة، لا يمثله بالممكنات الله تبارك وتعالى، وبالتالي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات إليه. طب هل تظهر الذات في مرآة الأسماء؟ خليك
خلي اكمل. انا فهمت من حضرتك خلاص، علشان ما تاخدناش نقطة تانية. هل تظهر الذات في مرآة الاسماء؟ حابب اخذ من وقتك نصف دقيقة. طيب اتفضل. حابب اخذ من وقتك نصف دقيقة. اتفضل يا شيخ، اتفضل يا سيد. تقول لي نصف دقيقة؟ اتفضل، خذ نصف دقيقة اتفضل. الان العالم هذا كله من اصغر جزئياته الى اعظم مجرداته كله مرآة لعظمة الله، لاحكام صنع الله، لتدبير الله، لعلم الله، لقدرة الله. هذا الذي يستفاد من كلامه. طيب انا فهمت منك وخلصت نص دقيقة. ممكن تسمع مني بقى سؤالي، سؤالي لحضرتك، هل ظهور الذات تظهر في مرآة الأسماء؟ نعم. هل الذات تظهر في مرآة الأسماء؟ الذات الإلهية؟ نعم. يعني كيف ممكن توضح لي السؤال؟ ازاي اوضح لك؟ ما انت حضرتك عارف بقى المدرسه العرفانيه وان الخميني لا يعتقد ذلك. انا سؤال لحضرتك كده، هل الذات تظهر؟ الخميني يقول ان الذات لا تظهر في مرآة الاسماء. يعني ممكن توضح لي؟ انت ترى الذات، مو واضحه عندي العباره. طيب. ليست في واضحة. الحجب الظلمانيه بمنزله زئبق خلف المرآة، صح؟ شلون؟ شلون؟ شفت ده اللي انا عايز اوصلك ليه بقى؟ الكلام اللي بقراه لك ده كلام الخميني، والخميني ما قالش ان الذات لا تظهر في مرآة الاسماء، لا، قال اسباب في صفحه 326 في التوحيد في كلام الامام الخميني في المجلد الاول، قال اسباب ظهور الذات في مرآة الاسماء، قال: ولولا الحجب الظلمانيه التي هي بمنزله زئبق خلف المرآة ما ظهر الذات في الحجب الاسمائيه لشده نوريتها وكمال فنائها في الذات واضمحللها تحت قهر كبريائه. فالحق ظاهر في الحجب النورانية باعتبار الحجب الظلمانية، ويمكن أن تكون الحجب النورية هي ظهور الأسماء في النشأة الظاهرية، والأعيان الظاهرية الخارجية هي الحجب الظلمانية باعتبار علم ذكرنا، فاعرف واغتنم. إيه رأيك؟ الكلام ده كان عند آل البيت سماحة سيد عبد القادر. هذا كلام الخميني بعد تعليقات ايضا على يعني قالوا ايضا في تعليقات على شرح فصوص الحكم صفحه 68 و69. هل هذا العلم كان عند آل البيت اللي انا قلته لك الان؟ جيد جيد. هسه بالتالي العرفاء غالبا ما العرفاء في كتاباتهم يستخدمون مصطلحات ليس كل واحد. احسنت، وده اللي انا عايزك تقره. ما انت اقريت ان الخميني عرفان يا سماحه السيد، انت اقريت الان الخميني عرفاني. طب هل الان آل البيت، هل الإمام جعفر كان عرفاني؟ نعم. هل الإمام جعفر الصادق كان عرفاني؟ وما هو؟ ما هو العرفاني؟ العرفان أنتم في نظركم. أنا بسألك، الإمام جعفر الصادق كان عرفاني؟ إحنا عندنا هكذا، نعم، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم والأئمة المعصومين كانوا يعرفون الله حق معرفته. لا لا لا، أنا ما سألتكش هل الأئمة يعرفون الله ولا لا، أنا بسألك هل الإمام كان عرفاني؟ سبحان الله، الحمد لله على رزقنا التوحيد. شفت ابن عربي، شفت الخميني ساب القرآن الكريم والسنة الواصلة إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه يتمسك بآل البيت وترك آل البيت، وذهبتم للمدرسة العرفانية، المدرسة اليونانية، الفلسفة اليونانية، هذه الزندقة، ووضعها على كلام الله تبارك وتعالى. قال حتى النبي يقول: مقام لا اسم ولا رسم ومرتبة توصيف الحق تعالى بالصفات، ولا يتجلى في عالم إلا في نقاب التجلي الصفتي، ولا اسم له ولا رسم بحسب هذه المرتبة، ولا تعين له ولا حد لحقيقته المقدسة، والاسم والرسم حد وتعين، فلا اسم ولا رسم له بلا حسب. شوف ده كان عند آل البيت. هل الله سبحانه وتعالى، نحن الحمد لله أهل السنة تمسكنا بالقرآن والسنة. هناك شيخ رامي، شيخ رامي أخويا، اسمعني أخي العزيز. تفضل. شيخ رامي، أكو يعني الصفات الإضافية، الصفات الإضافية اللي هي الفعلية، يعني مثلا الرزق، مثلا الخلق، مثلا أكو صفات مضافة على الذات بلحاظ فعل الذات. يا شيخ أنا مالي ومال ده؟ أنا ما سألتكش على الصفات الفعلية سمحت السيد عبد القادر. بس اسمح لي. لم يسمى خالقا لو لم يخلق، ولم يسمى رازقا لو لم يرزق، ولم يسمى وهكذا. هذه الصفات منين؟ يعني الله لو منع الرزق عني لا يسمى رازقا؟
ألو، الو، طيب سمحت السيد، سمحت السيد عبد القاسم، خليك معايا السؤال ده بس. الخميني بيقول التجلي الاسمائي مفتاح باب الوجود، فاذا تلوت ما تلون عليك حق التلاوه وقراته وحق القراءه، فاعلم ان الاسم عباره عن الذات مع صفه معينه من صفاته، وتجلي من تجلياته، فان الرحمن ذات متجليه بالرحمه المنبسطه، والرحيم ذات متجليه بتجلي الرحمه. الانقار ضروره وقوع التكثر الاسمائي. ما هو التكثر الاسمائي؟ ما تقوليش قلب. لا اسمع. شكرا ليك سيد عبد القادر، شكرا لحضرتك. سمعتم يا شيعه؟ بالله عليكم ده دين يا شيعه؟ ده تمسك بآل البيت. نحن نعلم انكم لا تتمسكون بآل البيت، تمسكتم بالخميني وما عنده من الحاد وزندقه، وما عند علماء الاماميه من هذه المدرسه العرفانيه، تركوا القران والسنه فضلوا وذهبوا للفلاسفه، ذهبوا ياخذوا دينهم من فلاسفه اليونان، وتركوا القران الكريم والسنه النبويه الصحيحه. الحكم لك ايها الشيعي، هل تتبع ما جاء في القران وما جاء على لسان النبي العدنان، ام تتبع طاغوت العصر الخميني؟